طيب متى نرى الطبيب؟ إذا كان لديك أي علامة من علامات التمثيل الغذائي أو كنت متلازمة التمثيل الغذائي أو كنت معرضا لخطر الإصابة بها، فيجب عليك التحدث للطبيب، وبالمثل اطلب المشورة الطبية إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي من أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو موت القلب المبكر أو السمنة أو السكري. دي جزئية مهمة، لابد إن أنا أكون حريص جدا في أسلوبي في الحياة إذا كانت في العيلة تاريخ هذه الأمراض. طيب الأسباب والمخاطر بترجع متلازمة التمثيل الغذائي إلى عوامل وراثية وبيئية، وترتبط المتلازمة بالبدانة ونمط الحياة المستقرة، وقد تم الربط أيضا بمقاومة الأنسولين. نمط حياة مستقرة يعني الواحد يبقى منتخ في البيت وراقد مريح وعمال يدخن ويزداد سنة. بيزيد التاريخ العائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وامراض القلب والاوعيه الدمويه المبكره من احتماليه الاصابه بمتلازمه التمثيل الغذائي. وبرضو من ضمن المخاطر الناس اللي هم غير نشطين جسديا، الشيخوخه، النظام الغذائي اللي يحتوي على المزيد من الدهون والسكر والاجهاد ممكن ان يسهم ايضا في متلازمه التمثيل الغذائي. مع السلامه.